عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا فيكم أخواني أخواتي في برنامج صيف المراكز، برنامجكم اللي يكم كل جمعة وأحد ثلاثاء في تمام الساعة 44 دقيقة على تلفزيون الشارقة. طبعا اليوم إن شاء الله نحن بنكون في مركز الطفل بكلباء علشان نشوف شو عندهم من ورش وفعاليات حق أصدقائنا الأطفال. تابعونا مع مراسلينا. أرحب فيكم إخواني وخواتي، أنا آمنة إبراهيم علي من مركز الطفل بكلباء، وحين أنا جالسة بين مجموعة فتيات بيأدون لنا أهزوجة شعبية جميلة، تابعونا. هي أهزوجة شعبية تشجعنا على العمل والتعاون، وتعلمنا أن التوكل في النهاية بيكون على الله سبحانه وتعالى، وكلنا نرتجي رحمته ورزقه. قدم الأهزوجة أصدقائي أطفال قسم أنامل وأنغام تحت إشراف الأستاذة عزة مجاهد. بعد ما ردينا وياكم إلى زمن الماضي الجميل، نرجع بعجلة الزمن إلى الحاضر ونجدد لكم دعواتنا لمتابعة فقراتنا. تعرف عليش؟ منى علاء من مركز الطفل بكلباء. يا منى، شو اللي عيبتش بآلة البيانو، أو ليش حبيتيها بالذات آلة البيانو؟ أنا مبتدئة وآلة البيانو أبلة عزة دربتني عليها وكتير حلوة كانت. إنزين، شو تطبحي لي في المستقبل؟ نكون عازفة كبيرة إن شاء الله. الله، شو هالعزف الحلو، تعرف عليش؟ فاطمة أحمد من مركز الطفل بكلباء. زين يا فاطمة، شو اللي حببش أو أنك يعني اخترتي آلة المندولين؟ أنا كنت من زمان أعزف عليها، وهي لأن حببني في آلة المندولين إنها سهلة جدا. منو اللي حفزت من يعني المجتمع كله، منو اللي حفزت؟ المنشطة أبلة عزة. ما في حد ثاني حشجعش؟ أختي. أوكي، شو تطمحين تكونين في المستقبل؟ أكون عازفة بيانو مندولين. أصدقائي، أنا حين متواجد في صالة السباحة في مركز الطفل بكلباء، مثل ما أنتم شايفين الأولاد وايد متحمسين، تابعونا.
برحب بيكم النهارده. النهارده هنبدا اول يوم في التمرين، هنتمرن في السباحه. اهم حاجه في السباحه ضربات الرجول والنفس. النهارده هنبدا ازاي تتنفس. دلوقتي يا شباب مطلوب منكم هتاخد نفس فوق، نفس كبير، وتنزل تحت الميه راسك بالكامل، تفرغه تحت الميه بشكل بطيء 10 مرات كل واحد يعد لنفسه. امسك الجدار، استعد. السلام عليكم، نتعرف عليكم، من اي مركز؟ انا اسمي ادم وديع، من مركز طفل كلباء. شو رايك في رياضه السباحه؟ والله رياضه حلوه وممتعه وفيها مستقبل كويس. شاركت قبل في مسابقات؟ اي طبعا. في وين؟ في اي مركز او في اي مكان؟ يعني شاركت في الشارقه في مركز الرقه، وفي خرفكان، وفي دبه. شو حصلت من مراكز؟ حصلت 2 مراكز اولى و3 مراكز ثلاث مراكز ثانيه ومركز واحد ثالث. السلام عليكم، نتعرف عليكم، من اي مركز؟ انا اسمي خصي جعفر النخلي، من مركز الطفل بكلباء. ماذا تعني لك رياضه السباحه؟ رياضه جيده تنمي العضلات، وهي الوحيده التي تقوي عضلات الجسم كلها. شاركت في مسابقات قبل؟ شاركت في العديد من المسابقات، ومبارح كنت في واحدة منهم وفزت في 3 فضيات. السلام عليكم، نتعرف عليكم، من أي مركز؟ وعليكم السلام، أنا علي أحمد من مركز الطفل وفي فريق السباحة. شو تفيدك رياضة السباحة؟ تفيدني يوم حدا يغرق أو شيء أنا أنقذه وأصير أسبح في البحر. تفيد جسمك الرياضة هاي؟ إي تفيدني. كيف؟ يعني يوم تسبح بيشد بطنك ويخلي ذراعاتك أقوى. السلام عليكم، تعرف عليكم، من أي مركز؟ وعليكم السلام، أنا اسمي لؤي سمير وأنا من مركز صفر في كلباء. رياضة الصباحة مهمة عندك بالنسبة لك؟ هي مهمة عندي عشان تحرك عضل الجسم. شاركت مسابقات قبل؟ هي شاركت. في أي مراكز فزت؟ فزت في مركز الرقة وفي مراكز ثانية في خرفكان وشارقة. السلام عليكم، نتعرف عليكم، من أي مركز؟ من مركز طفل من كلباء. شو اسمك؟ إبراهيم. إبراهيم حمزة إبراهيم. شو تفيدك رياضة السباحة؟ لأني أتحرك وهذا وزينة وتقوي الجسم. شاركت في مسابقات قبل؟ نعم شاركت. في أي مركز فزت؟ مركز الثالث. أصدقائي، نتمنى فقرتنا تكون نالت إعجابكم، ندعوكم لمتابعتنا في فقرة جديدة ولكن بعد الفاصل. شكرا لكم يا أصدقائي على متابعتكم لبرنامجنا صيف المراكز، واليوم تعلمنا وايد أشياء مع أصدقائنا الأطفال في مركز الطفل بكلباء. وبهذا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج صيف المراكز اللي يكون كل جمعة وأحد ثلاثاء في تمام الساعة 44 دقيقة. لا تنسون مثل ما تعودنا ان عندنا مسابقة جائزتها 500 درهم مقدمة من مؤسسة شرق الإعلام من تلفزيون الشرقة. سؤال حلقتنا اليوم يقول: ما هي آلة المندلين؟ ما هي آلة المندلين؟ ان شاء الله كلكم تفوزون ويانا يا اغلى متابعين. وبهذا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج صيف المراكز، ولا تنسون تحطون هاشتاج صيف المراكز تتبعوا بالإجابة الصحيحة على حساب تلفزيون الشرقة شرجة _ تي في علشان تدخلون ويانا في السحب وتفوزون بجائزتنا. نلقاكم على خير في حلقة جديدة ومع السلامة.